خلصتي الغدا ولا لسه؟ هو يا ولدي، لا ما عملتش غدا النهاردة. ايه ده؟ انا جعان قوي النهاردة. همام نسي يجيب اكل مع المدرسة، فانا اديته نص سندوتشاتي. احنا معزومين على الغدا في بيت عمك، اصل شبلي ابن عمك اتخرج من الكلية وعاملين له حفلة النهاردة. ايوة كده، دي العمة تكانة احسن واحدة بتعمل ملوخية وكشك في النوبة كلها. بتعمل الملوخية احسن مني يا بكار؟ ها؟ لا انتي احسن. ازاي يعني؟ ايوة كده. مبروك يا شبلي، انت اتخرجت من كلية ايه بقى؟ من كلية الفنون الجميلة قسم نحت. ودي تشتغل بيها ايه؟ بنا ولا مجاول؟ لا ده بيقول لك فنون جميلة، يعني هيزرع بلح جميل. ايه ده؟ انتوا بتتريقوا عليا؟ عيب يا شبلي، دول جايين يباركولك وبيهزروا معاك. هيشتغل نحات يا عم جردوني او مرمم اثار. اهو العيل الصغير عارف، بس انا مش هشتغل في الترميم، اني نحات فنان موهوب. يا ابني بس ده مش شغل، المفروض تشتغل شغلانه بجد تاكل منها عيش. الاخلاص للفن شغل طبعا، واني بدات اشتغل من دلوقتي فعلا. في ناس طلبوا مني ان انحت لهم تماثيل مقابل فلوس، يبقى شغل ده ولا مش شغل؟ يعني انت بدات تنحت تماثيل بجد؟ طب انا عايز اشوفها. تعالى هوريها لك. التمثال ده أصلي؟ لا طبعا يا بكار، أني صورت الأصلي ونحت زيه، ده كان أول مشروع ليا في الكلية. ده شكله زي الأصلي بالظبط. أني بعرف أجلد أي تمثال ممكن تتخيله، بس مش هي دي الحاجة اللي أنا عاوز أعملها. أمال أنت عاوز تعمل إيه؟ نفسي أبقى زي محمود مختار، عارفه؟ لا. ده أشهر نحات في مصر، عارف تمثال نهضة مصر اللي قدام حديقة الحيوان اللي في الجيزة؟ هو اللي نحته. بص أني نحت واحد زيه بس صغير. أيوة أيوة أنا عارفه، ده شبهه بالظبط. محمود مختار ده نحات عالمي، ليه تماثيل كتير قوي، ومعمول له متحف باسمه، مع إنه مات صغير سنة 1933، لكنه مشهور جدا وله شغل كتير. أنا بقى نفسي أعمل تمثال ويبقى مشهور زي تمثال نهضة مصر كده. إن شاء الله تبقى زيه. والتمثال ده هو اللي عمله؟ لا ده الشغل اللي حكيت لكم عليه، قابلت واحد وطلب مني أجلد له التمثال اللي في الصورة دي، وهيديني 250 جنيه. بس خلي بالك لا يكون بيتاجر في الآثار المزورة. لا ما تخافش، هو قال لي انه بيجربني الاول، ولو عجبه شغلي هيطلب مني تماثيل كتير يبيعها في المحلات والبازارات للاجانب. طب هو ينفع الون معاك التمثال؟ اصلي بحب الرسم والتلوين جدا. اوعدك يا بكار لو الراجل عجبه شغلي هجيب لك الوان مخصوصه بالفلوس اللي هيديها لي، وهخليك تلون التماثيل وتتعلم وتساعدني كمان. بجد؟ هي يا رب يعجبه شغلك يا شبلي. اتحركي يا رشيدة، انا جربت اخلص التمثال اهو. بتعمل ايه يا بكار؟ بعمل تمثال من الطين عشان الونه زي ابن عمي شبلي.
بس الطين طري والألوان مش هتمسك فيه. ما أنا هديه لأمي تحطه في الفرن علشان ينشف، ما هو الفخار بيتعمل كده. بس هي فين الألوان دي؟ شبلي هيجيبها لي. ادعي بس ان الراجل اللي هو رايح يبيع له التمثال ينبسط من شغله. يا رشيدة! بعدين بقى هو ايه اللي اخره كده؟ هو اتاخر ليه؟ زيك يا شبلي. عملت التمثال؟ حضرتك اتاخرت قوي، اهو زي الصوره بالظبط. افارم عليك. ها عاوزنا اعمل لك منه كميه قد ايه؟ طب مش نشوف الأول يا شبلي السياح هيحبوا يشتروا ولا لا. امسك امسك حق التمثال اهو، امسك. شكرا، مستني تليفونك. ايه رأيك؟ ايه ده؟ ده بالظبط الواد ده كنز. طب مش هتقول لي بقى ايه الخطه المره دي؟ النهارده بالليل يا حلو هتعرف مشرط بيخطط ليه. اوعى. هو يا بكار. هو يا شبلي، ايه عجبهم التمثال بتاعك؟ ايوه، وزي ما وعدتك جبت لك الالوان اللي قلت لك عليها. الله، ده انا كان نفسي فيها من زمان. شفت انا عملت ايه؟ انت شكلك ليك مستقبل كبير في النحت يا بكار. ولسه لما لونه هيبقى صوره تبقى الاصل من رشيده. خلي بالك بقى لرشيدة تغير منه. امسك الحبل كويس، انا لو وقعت بكرش ده هموت. يلا. عيب يا كبير، انت فين امينه؟ انا مش خايف الا من امينه دي.